السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأخبار في السوشيال ميديا صادفت هذا الخبر، هو زواج البنت الذي حاولت الانتحار، يعني عقدوا قرانها مع عناد الصلاحي أحد الناشطين في مجال عملها، أعلنوا ذلك. وهذه بعض الصور لبعض الفعاليات من حفل عقد قرانهم والذي كان في دار الأيتام، فألف ألف مبروك. أيضا من الأخبار الذي مرت خلال أسبوع لهذه الفتاة الصغيرة، يعني شاهدت لها أنا عدة فيديوهات، وأظن الجميع قد شاف لها فيديوهات بحبها للقراءة وفصاحة اللسان ما شاء الله عليها يعني، وقلت يعني الكل قد شافها، لا داعي أن أعرضها. ولكن هذه الصورة، انظر بعد ما فازت بين الملايين حول العالم وأخذت المرتبة الأولى، يا له من شعور، سبحان الله، ما شاء الله تبارك الله، يعني الضحكة في وجهها لا توصف لا توصف، سبحان الله، كسرت خاطري، ما أدري كيف كذا كسرت خاطري، رغم أنها صورة بهجة فرح كذا، يتيمة الوالد ربت على يد أمها، ما شاء الله تبارك الله، اللهم احفظ أولادنا من كل شر. أيضا صادفت هذا الفيديو لخفة اليد مع هذا الحاج، قلت أعرضه لكم ختام الفيديو هذا القصير. لاحظ كيف يعني طلع الجنبية على أنه يعني رماها لا فوق، وطبعا خفة يد أخذها باليد الثانية لو واحد يركز، وحطها في الحزام بالخلف ودار بيده من الجهة الثانية يطلعها، بس ما شاء الله عليه خفيف اليد، يعني حركة خفيفة حلوة جدا. بهذا نكتفي بهذا القدر من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.